السلام عليكم. هنحل النهاردة شيت 6 اللي بيتكلم عن البيرنج كاباسيتي، قدرة تحمل التربة تحت الأساسات السطحية. هنبدأ أول مسألة في الشيت، عبارة عن ستريب فوتينج. ستريب فوتينج يعني قاعدة شريطية، ويدث 2 متر، عرضها 2 متر، and foundation depth. foundation depth يعني منسوب التأسيس بتاعها 1 متر، ده منسوب التأسيس 1 متر. مديني ان هي اتأسست على تربة ساند، تربة رملية. مديني الفاي بتاعتها ب30 درجة، والجامة 18 كيلو نيوتن على المتر المكعب. طالب مني ان انا احسب الالاوبل نت بيرنج كاباستي، مديني الفاكتور اوف سيفتي ب3. طيب هحسب ازاي الالاوبل نت بيرنج كاباستي؟ عندي قانون بيقول لي ان الكيو allowable net بتساوي الكيو ultimate net على الفاكتور اوف سيفتي. طيب هو مديني الفاكتور اوف سيفتي ب3، يبقى انا المفروض عشان اجيب الكيو allowable net احسب الكيو ultimate net. طب هو الكيو ultimate net بتساوي ايه؟ الكيو ultimate net بتساوي كيو ultimate ناقص كيو. طيب هي الكيو بتساوي ايه؟ دي الكيو بتساوي الجاما في الدي. طب والكيو التيميت احسبها على حسب نوع القاعده بتاعتي. ده هو قايل لي ان انا عندي ستريب فوتينج، قايل لي ان انا عندي قاعده شريطيه، يبقى القاعده الشريطيه الكيو التيميت بتساوي سي ان سي زائد كيو ان كيو زائد نص بي في الجاما في الان جاما. تعالى نمسك كل حاجه في القانون ونشوف هنحسبها ازاي. اول حاجه عندنا حاجه اسمها ال ان سي، وحاجه اسمها ان كيو، وحاجه اسمها ان جاما. دول معاملات بسميهم معاملات ترزاجي. بجيبهم ازاي المعاملات دي؟ بجيبهم عن طريق قيمه الفاي. طيب هو هنا مديني قيمه الفاي، ده مديني قيمه الفاي ب30 درجه. ادخل التشارت ده بقيمه الفاي، اجيب قيمه ال ان سي وال ان كيو وال ان جاما. طب التشارت ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن علاقة ما بين الفاي وما بين ال ان سي وال ان كيو وال ان جام. طيب ال ان سي ليها منحنى، المنحنى ده بتاع ال ان سي، وال ان كيو ليها المنحنى ده، وال ان جاما ليها المنحنى ده. طيب انا قلت ان انا بدخل بقيمة الفاي اجيب قيمة ال ان سي وال ان كيو وال ان جام. هو الفاي كان مديني الفاي بكام يا باشمهندسين؟ كان مديني الفاي ب30 درجة، يبقى هدخل أفقي بقيمة الفاي بتساوي 30 درجة. أقطع ال ان سي في نقطة، أنزل منها رأسي أجيب قيمة ال ان سي. لو بصيت هنا هلاقي السكيل بتاعي مترقم من 0 10 20 30 40. القيمة بتاعت ال ان سي تقريبا ب37.2. هدخل كمان افقي اقطع منحنى ال ان كيو في نقطة، انزل منه رأسي اجيب قيمة ال ان كيو. ال ان كيو هتطلع لي ب22.5. ادخل افقي كمان اقطع منحنى ال ان جاما في نقطة، انزل منه رأسي اجيب قيمة ال ان جاما، تطلع لي ال ان جاما ب19.7. تمام، جبت قيمة ال ان سي ان كيو وال ان جاما. تعالى نعوض بقى في القانون بتاعنا ونجيب قيمة ال كيو التيميت. انا قلت ان ال كيو التيميت بتساوي سي ان سي. هي السي عندي بكام؟ السي عندي بصفر، لان عندي هو قال ان العينة عندي ساند، يبقى السي بتساوي صفر. في ال ان سي، ال ان سي احنا لسه حاسبينها ب37.2 زائد كيو في ان كيو. هو انا قلت الكيو بتساوي ايه؟ ده انا قلت الكيو بتساوي الجاما في الدي، وقلت ان الترم التاني ده بحسبه فوق الفاونديشن ليفل. طيب فين الفاونديشن ليفل؟ ادي الفاونديشن ليفل منسوب التأسيس، يبقى بحسب الكيو للتربة فوق منسوب التأسيس اللي هو الجزء ده من التربة. طيب الجامة بتاعت الجزء ده بكام؟ هلاقيه مديهالي
ب 18 كيلو نيوتن على المتر مكعب، يبقى الجامعة ب 18. في ال H أو ال D، ارتفاع التربة فوق منسوب التأسيس بكام؟ بواحد متر، يبقى 18 في 1 مضروبة في ال N Q. ال N Q احنا حاسبينها ب 22.5 زائد نص. في البي، البي عندي بكام؟ البي عندي باتنين متر اللي هو عرض القاعدة. في الجامعة، الجامعة عندي بكام؟ الجامعة عندي ب 18. في ال N جامعة، ال N جامعة احنا لسه جايبينها من التشارت، 19.7، يطلع لي ال Q ultimate ب 759.6 كيلو نيوتن على المتر المربع. جبت ال Q ultimate، اروح احسب ال Q ultimate net. ده ال Q ultimate net بتساوي Q ultimate ناقص الكيو، واحنا معانا قيمة الكيو ألتيميت نت. طب الكيو بتساوي ايه؟ الكيو ده بحسبها للتربة فوق منسوب التأسيس. طيب الكيو بتساوي الجاما في الدي، يبقى هقول له كيو ألتيميت بتساوي 759.6 ناقص الجاما فوق منسوب التأسيس بكام؟ ب 18. في ارتفاع التربة فوق منسوب التأسيس بكام؟ بواحد، بتساوي 741.6. كده جبت الكيو ألتيميت نت، هقدر اخدها واجيب الكيو ألتيميت كيو ألاوبل نت. الكيو ألاوبل نت بتساوي كيو ألتيميت نت على الفاكتور اوف سيفتي. كيو ألتيميت نت ب 741.6، والفاكتور اوف سيفتي مديهولي في المسألة بتلاتة، تديني 247.2 كيلو نيوتن على المتر المربع. طيب المسألة التانية في الشيت عبارة عن قاعدة مستطيلة أبعادها 1.8 × 2.5 متر، منسوب التأسيس بتاعها 1.5 متر. هدي منسوب التأسيس ب 1.5 متر، والتربة بتاعتي clay layer، التربة بتاعتي تربة طينية. وقايل لي ان الجراوند ووتر ليفل، يعني منسوب المياه الجوفيه، على بعد 2 متر تحت سطح الارض. فين سطح الارض؟ السطح الارض بتاعي. لو نزلت 2 متر من هنا هلاقي ان منسوب المياه الجوفيه تحت الفاونديشن ليفل بنص متر. وقايل لي the unconfined compressive strength، يعني ايه ال unconfined compressive strength؟ يعني ال كيو يو، ال كيو يو ب 120 كيلو باسكال، والجاما بالك ب 18 كيلو نيوتن على المتر المكعب، والجاما ساتوريتد ب 20 كيلو نيوتن على المتر المكعب. وعايز نحسب النت allowable bearing capacity، ومديني الفاكتور اوف سيفتي ب 3. طيب تعالى نشوف هنجيب النت allowable bearing capacity ازاي. انا قلت برضو ان الكيو allowable net اللي هو النت allowable bearing capacity بيساوي كيو ultimate net على الفاكتور اوف سيفتي، هو مديني الفاكتور اوف سيفتي ب 3، يبقى انا لازم احسب الكيو ultimate net عشان اجيب الكيو allowable net. طيب الكيو ultimate net بتساوي ايه؟ بتساوي كيو ultimate ناقص جاما في دي. طيب الكيو ultimate بتساوي ايه؟ قلت على حسب نوع القاعدة بتاعتي. ده هو مديني القاعدة بتاعتي rectangular footing، يعني قاعدة مستطيلة. قاعدة مستطيلة قانون الـ Q ultimate بيقول لي الـ Q ultimate بتساوي الجاما اللامدا لامدا C في C N C زائد لامدا Q في Q N Q زائد لامدا جاما في نص في B في جاما في الـ N جاما. طيب تعالى نشوف كل حاجة في القانون معناها ايه. اول حاجة عندنا في القانون، عندنا حاجة اسمها اللامدا سي، وحاجة اسمها اللامدا كيو، وحاجة اسمها اللامدا جاما. دول ايه؟ دول معاملات تصحيح للشير فاكتورز. طيب احسبهم ازاي يا باشمهندس؟ عن طريق قوانين. لازم ابقى عارف ان اللامدا سي بتساوي 1.3 بي على ال ال، بي اللي هو عرض القاعدة والال طول القاعدة، واللامدا كيو دايما بتساوي 1، واللامدا جاما بتساوي 1.3 بي على ال ال، البي عرض القاعدة والال طول القاعدة. طيب تعالى نعوض في القوانين ونجيب قيمة كل حاجة منهم. اللامدا سي بتساوي 1.3 بي على ال ال، البي عندي بكام؟ البي عرض القاعدة 1.8،
والال طول القاعدة باتنين نص يديني اللامدا سي بواحد بوينت اتنين واحد ستة، واللامدا كيو قلت انها بواحد، واللامدا جاما واحد ناقص تلاتة من عشرة بي على ال يبقى واحد ناقص تلاتة من عشرة بي واحد وتمانية من عشرة، ال اتنين ونص يديني بوينت او ستة سبعة. كده جبنا قيم معاملات التصحيح اللامدا سي واللامدا جاما واللامدا كيو. هجيب ايه بعد كده؟ هجيب ال ان سي وال ان كيو وال ان جاما. طيب هجيبهم ازاي يا باشمهندسين؟ عن طريق الشرط بتاعي. طيب هو كان قايل لي ايه؟ كان قايل لي ان التربه بتاعتي كلي، طالما قال لي ان التربه بتاعتي كلي يبقى الفاي بتاعتها بصفر، ولازم تحفظ قيم الفاي في الحاله دي. في حاله الكلي الفاي بصفر، يبقى قيمه ال ان سي بخمسة وسبعة من عشرة، قيمه ال ان كيو بواحد، وقيمه ال ان جاما بصفر. طيب افرض اداني التشارت بتاعي وانا مش حافظ القيم دي، هدخل التشارت بقيمة الفاي بتساوي صفر، هقطع منحنى ال ان سي في نقطة، هلاقي ان النقطة دي بتساوي خمسة وسبعة من عشرة، هقطع منحنى ال ان كيو في نقطة، هلاقي ال ان كيو بتساوي واحد، هقطع منحنى ال ان جاما في نقطة، هلاقي ال ان جاما بتساوي صفر. بس لازم تكون حافظ القيم في حالة الكلي. طيب انا قلت ان التربه عندي اوفر كونسوليديتد كلي يبقى الفاي بصفر، طالما الفاي بصفر يبقى تحفظ القيم دي على طول، الان سي بخمسة وسبعة من عشرة، والان كيوب واحد، والان جاما بصفر. طيب تعالى نعوض في القانون بتاعنا ونجيب الكيو التيميت. الكيو التيميت كانت بتساوي ايه؟ قلت ان الكيو التيميت كانت بتساوي اللامدا سي، احنا لسه جايبين اللامدا سي بواحد بوينت اتنين واحد ستة في السي. هي السي عندي بكام يا باشمهندسين؟ ده السي بتساوي كيو انكونفايند على الاتنين. طب الكيو انكونفايند هو كان مديهالي بكام؟ كان مديهالي ب 120 كيلو باسكال، يبقى هقول له ان السي بتساوي 120 على الاتنين تديني 60 كيلو باسكال، والمفروض نبقى عارفين ان الباسكال بيساوي نيوتن على المتر المربع، يبقى معانا السي ب 60 كيلو نيوتن على المتر المربع. يبقى هنا عندنا الكيو التيميت بتساوي ان تساوي اللامدا سي في السي اللي هي بستين في الان سي، الان سي احنا لسه مطلعينها بخمسة وسبعة من عشرة، زائد اللامدا كيو. اللامدا كيو، اللامدا كيو بكام؟ اللامدا كيو بواحد في الكيو، الكيو عندي بجاما في الاتش. طيب جاما في اتش فوق الفاونديشن ليفل، هي الجاما فوق الفاونديشن ليفل هي الجاما ايه؟ هي الجاما بالك، عشان فوق الفاونديشن ليفل انا عندي التربه جافه ما فيهاش ميه، لان منسوب الميه تحت الفاونديشن ليفل بنص متر، يبقى هقول له الجاما بالك اللي هي 18 في ارتفاع التربه فوق الفاونديشن ليفل بكام؟ واحد ونص في ال ان كيو، ال ان كيو عندي بواحد، زائد لامدا لامدا جاما، لامدا جاما بتمانية بستة وسبعين من مية في نص في البي عرض القاعدة بتاعتي، عرض القاعدة بواحد وتمانية من عشرة في الجاما. هي الجاما عندي فين؟ الجاما تحت منسوب التأسيس. طيب الجاما تحت منسوب التأسيس هي جاما ايه؟ مفروض تكون جاما سبميرجد، جاما سبميرجد اللي هي جاما ساتيوريتد ناقص الجاما ووتر. هو مديني الجاما ساتيوريتد بعشرين، اطرح منها الجاما ووتر اللي هي بعشرة واضربها في ايه؟ واضربها في الان جاما. هو الان جاما بكام يا باشمهندسين؟ ده الان جاما بصفر، يبقى المفروض الترم ده كله يكون بصفر. تطلع لي الكيو التيميت ب 442.872 كيلو نيوتن على المتر المربع. كده جبت الكيو التيميت، اقدر اخدها واجيب الكيو التيميت نت. الكيو التيميت نت بتساوي الكيو التيميت ناقص الجاما في الدي. طيب الكيو التيميت بكام؟ الكيو التيميت ب 442.872 ناقص الجاما في الدي. طب الجاما فين؟ الجاما فوق الفاونديشن ليفل. طيب الجاما فوق الفاونديشن ليفل اللي هي الجاما بالك اللي هي ب 18 في الدي، الارتفاع فوق الفاونديشن ليفل، ارتفاع فوق الفاونديشن ليفل بواحد ونص يديني 415.872. جبت الكيو التيميت نت،
اخدها واجيب الكيو الاوبل نت. كيو الاوبل نت بيساوي كيو التيمت نت على الفاكتور اوف سيفتي. كيو التيمت نت بيساوي 415.872 على الفاكتور اوف سيفتي ب3، يديني 138.624 كيلو نيوتن على المتر المربع. المسألة الثالثة في الشيت عبارة عن سكوير فوتينج. سكوير فوتينج يعني قاعدة مربعة. عايز نحسب ايه؟ عايز نحسب the gross allowable load that the footing can carry. مديني الفاكتور اوف سيفتي ب3. طيب ادي القاعدة المربعة، القاعدة عرضها 1.25 متر وطولها برضو 1.25 متر لانها قاعدة مربعة. منسوب التأسيس 1 متر. مديني السي ب9.6 كيلو باسكال، ومديني الجاما ب15 كيلو نيوتن على المتر المكعب، ومديني الفاي بتاعت التربة ب20 درجة. طيب تعالوا نشوف هنحسب الجروس اللوبل. طيب عشان احسب الكيو اللوبل اللي هي جروس اللوبل لود لازم يبقى معايا قيمة الكيو اللوبل. طيب الكيو اللوبل بتساوي ايه؟ بتساوي الكيو التيمت على الفاكتور اوف سيفتي. هو مديني الفاكتور اوف سيفتي ب3. طيب هحسب الكيو التيمت ازاي؟ عن طريق نوع القاعدة. القاعدة عندي سكوير فوتينج. طيب قانون الكيو التيمت في حالة السكوير فوتينج بيقول ان الكيو التيمت بتساوي لامدا سي في السي ان سي زائد لامدا كيو في كيو ان كيو زائد لامدا جاما في نص في البي في الجاما في الان جاما. طيب في حالة السكوير فوتينج اللامدا سي بتساوي كام؟ اللامدا سي بتساوي 1.3. طب ليه قلت انها بتساوي 1.3؟ تعال نشوف قانون اللامدا سي. ده قانون اللامدا سي كان بيقول لي ان اللامدا سي بتساوي 1.3 دي على ال. تعالى نعوض في القانون ده، البي ب1.25 والال ب1.25، يبقى الترم ده كله بواحد، يبقى اللامدا سي بواحد زائد 3 من 10 اللي هي 1.3، واللامدا كيو بتساوي 1، واللامدا جاما كانت بتساوي 1 ناقص 3 من 10 في البي على ال، يبقى 1 ناقص 3 من 10 تديني 7 من 10. هشيل اللامدا سي واللامدا كيو واللامدا جاما واحط مكانهم 1.3، 1.7، يبقى الكيو التيمت بتساوي 1.3 سي ان سي زائد كيو ان كيو زائد 7 من 10 في نص اللي هي 35% بي في الجاما في الان جاما. طيب تعالى ناخد بقى كل حاجة في القانون ونشوف هنجيبها ازاي. تعالى نشوف قيم الان سي، الان سي والان كيو والان جاما كنا بنجيبهم ازاي؟ قلت كنت بجيبهم من التشارت. طيب بجيبهم من التشارت ازاي يا باشمهندسين؟ عن طريق قيمة الفاي. هو مديني قيمة الفاي ب20 درجة. هدخل التشارت بتاعي، هدخل التشارت فاي بتساوي 20 درجة، اقطع ملحنة الان سي والان كيو والان جاما في نقطة، انزل رأسي هجيب قيمة الان سي، الان سي 17.7، انزل رأسي من الان كيو اجيب قيمة الان كيو، الان كيو 7.4، انزل رأسي من عند الان جاما اجيب قيمة الان جاما ب5. طيب كده جبت قيمة الان سي والان كيو والان جاما. تعالى بقى نعوض في القانون بتاعنا. انا عندي القانون كان بيقول لي ان الكيو التيمت بتساوي 1.3 سي ان سي زائد كيو ان كيو زائد 35% بي في الجاما في الان جاما. يبقى الكيو التيمت بتساوي 1.3 في السي. السي بكام؟ بص على الرسمه، بيديني السي 9.6 كيلو باسكال، يبقى السي 9.6 في الان سي. الان سي احنا لسه جايبينها من التشارت ب 17.7 زائد الكيو. الكيو قلت بحسبها فوق منسوب التأسيس. طيب الكيو بتساوي ايه؟ بتساوي الجاما في الاتش. فين منسوب التأسيس؟ ادي منسوب التأسيس بتاعي،
طيب الجاما فوق منسوب التأسيس بكام؟ ب15 كيلو نيوتن على المتر المكعب، يبقى اقوله 15 في ارتفاع التربة فوق منسوب التأسيس بواحد متر، يبقى 15 في 1 في ال N كيو. ال N كيو احنا لسه حاسبينها من التشارت ب7.4 زائد 35% في ال B عرض القاعدة ب1.25 في الجاما ب15 في ال N جاما لأن جاما بخمسة تديني الكيو ألتمت بتساوي 364.71 كيلو نيوتن على المتر المربع. أخد الكيو ألتمت وأعوض بيها أجيب الكيو اللوبل. طيب الكيو اللوبل بتساوي إيه؟ كيو اللوبل بتساوي كيو ألتمت على فاكتور أوف سيفتي. طيب الكيو اللوبل بتساوي الكيو ألتمت اللي هي 364.71 على فاكتور أوف سيفتي 3، هيديني الكيو اللوبل ب121.7.57. كده جبت الكيو اللوبل. طيب مش انا في الاول قلت ان الكيو اللوبل بتساوي الكيو اللوبل على الاريا؟ طيب والكيو اللوبل دي المطلوب في المسألة اللي هو الجروس اللوبل لود. طيب انا معايا قيمة الكيو اللوبل ب121.57 بيساوي الكيو اللوبل على اريا المساحة بتاعت القاعدة، دي قاعدة مربعة هو قال لي سكوير فوتنج، قاعدة مربعة يبقى مساحتها الطول في العرض، طول في العرض اللي هو 1.25 × 1.25. من هنا هجيب الكيو اللوبل بتساوي 121.57 × 1.25 × 1.25 تديني الكيو اللوبل ب190 كيلو نيوتن.